هذه البقعة هذه أيام الاستعمار، بلي كان استعمار، كان فيها الوليد ودايرين فيها الزيتون، وراه الزيتون راه حيدوا الزيتون داير، وراه كان حتى قرب القادوس وحيدوا داو منها الشاطي، وبقات هذه البقعة، وبعد بقات هذه البقعة هاد الناس راه كاع استفادوا. وهذه في البلاد القديم، راه كاين البلاد القديم اللي داز الأول المحصية فيه، هي فيها شجرة بكل شيء في البلاد القديم، والبلاد الآخر اللي حيدوا عاودوا داروا فيه داروا ما حيدوها منه. وقاعي اخرين في البلاد القديم ما كاينينش، ولاو في قاعي اخرين وحنا حيدونا الغاونا وبغاو يجريو علينا منها، وحنا فين بغينا نمشيو؟ هاد الناس يعوضوا، حنا ما هربوا حتى حاجه، بغا يديروا جرده يعوضوا لينا، لا بغا يديروا جرده يعوضوا لينا، ما عندنا حنا ما حنا مسعود كل خدمة ما غادي نهربوا منها، غير هاد الناس ما يضيعوناش، الا بغاو سميتو هاد البقعة يعوضوا لينا، وما حنا بحال الناس راه باقي مدير لينا عدد. عطينا فيها جوج بقاعد ياونا بحالنا بحال الناس، ومرحبا حنا ما هاربين لهم حتى حاجه، حنا المخزن ما غاديش يكونوا ضدو، ما يضيعوناش هما، خاصهم يديروا من الحرب الطعام باش بحالنا بحالهم. هاد البلاد هادي ديالنا، هادي من ايامات الوالد، هادي هادي قال لك السي بغا يديروا فيها سبيطار، وهو سبيطار الدار هنا في الكديه الدار، قال كاع الناس سلموهم البقعه ديالهم هنايا، حنايا قال لك السي قال لك سبيطار، وخا جلست 20 عام قال لك اللي غادي نديروا فيها شي حاجه. حنا كنطالبوا بالبقاع ديالنا تعطانا تسلم لنا البقاع ديالنا باش هاد القايده تجي بحرجات شهر هذا وتجي تبدا تصور لينا هنايا وتقول لك نحيد لكم هادشي ما نحيد لكم هادشي، ما يمكنش. جات والبارح كتصور هنايا، ما يمكنش. بغينا حنا البقعه ديالنا تسلم لينا. وهاد السيده ملي جات قالت لك السي باغي نحيد لكم هاد الشيء، باغا تحيد هاد الجبه، تجيب القروه اش من هذاك؟ القروه كتجي من عند العامل نعمس، كتجي من عند العامل القروه، هو اللي مصرف بهاد الشيء، ونديروا معاه اجتماع باش يعطينا البقعه ديالنا او يسلمها لينا في شي بلاصه اخرى. هاد الشيء اللي كاين اخويا، وحنايا كنتسناو حتى تجي اللي غادي نهضروا معاه حتى هي. الناس هادو كاين شي قلعوا لي البقعه يحرموه منهم وشي يعطاوهم. نبي نعرفوا حنا واش الجرادي كاينين على شي بعضين ولا على كل شيء. كاين شي عطاو الجرده قال لي عندك جرده، شي ما عطاوش جرده، شي عطاو البقايا هما كيتبناو دابا وحنا ما عطاوناش، وراه خلاهم لينا هكاك. ياسين ما تلاوش ما داروا معنا حتى حل، كتجي القايده كتقعد تصور هنايا، حيد هادي حيد هادي حيد هادي، ما عرفنا هادشي مناش. حنا مرحبا يعوضوا لينا ويديوا لنا بغاو البقعه، ما عندنا ما نديروا بها. حنا يعوضوا لنا بحالنا بحال الناس، كيعطيوهم التعويض. الناس اللي ما معولينش على التعويض عطاوه لهم، وحنا اللي عندنا التعويض ساكنين مع الوراثه ما عطاوناش. والبلان الاول تبدل. وغيروا البلان. غيروا البلان، كان في الاول الغاو ذاك الاولاني وجابوا لنا واحد اخر. ما فيش منكو فيه البقاعي بزاف. الله يجازيكم بخير، حنا راه حنا ضايعين، هذا السيد الزوج ديالي عندنا سته الوليدات، وهاد الدار راه ديال الوراثه. حنا دابا عندنا بقعه. ولكن ما خلونا لا نبنيو لا نتصرفوا لا نسكنوا بحال عباد الله، والناس عندهم البقاعي ما عندهم لا بقاعي لا والو، ابناو وحنا ما عطاوناش نبنيو. حنا عندنا ستة الافراد انا وهذا السيد اللي مزوجه به، وعندنا بيت واحد ديال التراب، كي غادي نديروا ليه؟ فين غادي نعصوا حنا وهاد الدراري؟ طالعوا بيه ويشوفوا. السيد عنده 60 عام في عمره، والبقعه قبل منه، ودابا ما بغاوش يسلموها لينا. كان فيها الشجر، كان فيها الباب، وقلعوها لينا ودوزوا منها الطريق ومنعوها علينا، ما بغا يديروا لنا معايده، ما بغا يديروا لنا حتى حاجه. وراه كانت الكارما، وكان الدرك، وكان الشجر، وكان العتبه، وكان التراب من هنا، الحائط من هنا، وكل شيء هدمتوا لنا القروه حيداتو. وكان هذاك راه بحال هاد البقعه، هذه مبنيه وهذه مبنيه، هذه هما حيدوها لنا هنا، كان فيها الشجر وداك الشيء، وجاو حيدوها، وكانوا بيدوزوا الطريق من اللي ما خليناهمش. عقبوا دوزوها من عونا ودوزوها من تن، عقبوا دوزوها من هنا، قال لك عمره نخليهم ضروري يدوزوا واحد 3 متر، هما دوزوها، لا عاد تفاجئنا قال لك لا ما كايناش في البلان، ما كاينه، وحاطين لنا ساس هنا قدام الباب في الطريق هنا. والواد ما خدام حتى حاجه هنا، داز من فوق الواد، ما فهمناش كيفاش هادشي. وها هي فينا هي، راه هذيك التبنات، هذه التبنات حنا بقينا ما ساعدوناش، وخلونا قاعدين هنا كنشوفوا حنا مع 11 وريث. ها الدار هي ديال التراب، ها هي فينا هي. ها هي انت تشوف كل شيء تراب. ها هي بقى تراب ساكنين فيها حنايا. باينين حتى حاجه. دخل انت تشوف انت. وهذوك الناس شادوا البقعة على الشانطي، وحنا قال لك راه هذيك دايزه في البقعة، باللي جينا نشوفوا صرنا هذه هي اللي تمنعت، واللي على الشانطي راهم داروا. راهم عطاوهم.